بسم الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تاني أداة من أدوات الفوتوشوب، هي أداة الميركل تول. هي من أهم أدوات التحديث في الفوتوشوب. أول حاجة اختصار الأداة أو حرف الإم عشان أقدر أستدعيها أو أستخدمها. لو دوسنا دوسة طويلة على الأداة تظهر لي قائمة بالأشكال اللي أنا أقدر أحدد بيها، منها شكل مستطيل أو دائري أو إن أنا أحدد صف أو أحدد عمق. اختيار الأشكال دي بيتوقف على الجزء اللي أنا عايز أحدده. طيب أنا دلوقتي عايز أحدد جزء من اللوجو بحيث إن أنا أشتغل عليه. أول حاجة بدوس كليك شمال وبسحب لحد ما أحدد الجزء اللي أنا عايز أشتغل عليه. بعد كده بقف على الجزء وأدوس كليك يمين، هيظهر لي قايمة الحاجات اللي أنا أقدر أنفذها على الجزء اللي أنا حددته. هنتكلم عن الحاجات المهمة والحاجات اللي أنا أستخدمها. أول حاجة دي سيلكت، ان هو يلغي لي التحديد ده خالص. انا حددت حاجه وعايز الغيها، بدوس على ديسليكت او كده لغى التحديد نهائي. تاني حاجه عندي سيلكت انفرس، وهي التحديد العكسي بحيث ان انا لو اخترته هو بيحدد الديزاين كله ما عدا الجزء اللي انا محدده. يعني انا لو عايز اطبق حاجه على الديزاين كله ما عدا الجزء اللي انا محدده هو سيلكت انفرس بتنفذ الكلام ده. طيب انا دلوقتي بعمل سيلكت انفرس، لو جيت اطبق اي حاجه او اكشن اطبقه عليه هعمل فيل، بدا يملي الديزاين كله ما عدا الجزء اللي انا محدده. جميل جدا. طيب بكده احنا عرفنا فايده السيلكت انفرس. بعد كده عندي اللاير فيا كوبي، اللي هو هيعمل لي نسخه من الجزء اللي انا محدده من اللوجو وهيحطه لي في لاير لوحده. لو دوسنا كده هلاقيه عمل لي لير لوحدها من الجزء اللي انا محدده. تمام. بعد كده الاقي عندي حاجه اسمها لير فيكتور، اللي هو هيقطع لي او هيشيل الجزء اللي انا محدده ده من اللوجو خالص وبرضه هيحطه لير لوحده. ده جميل، هنلاقيه هحطه لي في لير لوحده. طيب انا مش عايز ولا اعمل كوبي ولا اعمل كات، انا عايز بس اعمل لير جديده من الجزء اللي انا محدده واختار نيو لير. الاقيه بيقول لي طب انت عايز الاسم بتاع اللير ده يكون ايه؟ هسيبه زي ما هو لير 3 وادوس اوكي. الاقي عمل لي لير جديده من الجزء اللي انا حدده. تمام. بعد كده عندي فيل، فيل اللي هو يملا لي الجزء اللي انا محدده ده اما بلون الباك جراوند او بلون انا اختاره. طيب يعني انا لو دوست على ديوس الاقي متاح لي اللي انا اختار الباك جراوند كلر او الكلر نفسه. طيب انا اختار كلر، هيظهر لي قائمه الالوان، اختار اللون اللي انا حابب املى بيه الجزء ده. طيب يكون اللون ده. تمام. ادوس اوكي كده هو عمل لي فيل او ملا الجزء اللي انا محدده. جميل جدا. بعد كده اخر حاجه الاستروك، ان هو يعمل اطار للجزء اللي انا محدده، اما الاطار ده يكون سايد داخلي او في السنتر او الاوت سايد خارج. تمام. ومن هنا بختار اللون اللي انا عايز الاطار يكون بيه وادوس اوكي. هنلاحظ ان هو عمل اطار للجزء اللي انا محدده. تمام. احنا كده قدرنا نغطي استخدامات الميركل تول او اداه التحديث وعرفنا ازاي ننفذها. طيب اخر حاجه اقدر اعملها باداه الميركل تول وهي ان انا بستخدمها في القص. طيب انا عايز اقص الجزء ده من الديزاين كله وامسح اي حاجه غيره، انا عايز الجزء ده بس اللي يفضل معايا. بعد ما حددت الجزء بروح على حاجه اسمها اد لير ماسك في قائمه اللير اللي هي العلامه المفرغه دي وبدوس عليها. كده هو مسح لي كل حاجه موجوده معايا في الديزاين ما عدا بس الجزء اللي انا محدده، ودي مهمه جدا بستخدمها فيما بعد لما اعرف ازاي استخدم البين تول في القص. بعد ما بحدد الجزء اللي انا عايز اقصه بالبين تول بعمل له سيلكشن او تحديد بالميركل تول عشان اقدر افصله عن الصوره او الديزاين اللي انا بستخدمه. كده احنا غطينا كل استخدامات الميركل تول وهنكتفي بكده، وان شاء الله نكمل في الفيديوهات الجايه.